اهلا وسهلا بيكم اعزائي الطلبه في محاضره جديده من محاضرات ماده النيورولوجي. المحاضره اللي فاتت اتكلمنا عن السنترال نيرفس سيستم ومكونات السنترال نيرفس سيستم، واتكلمنا عن اجزاء بتاعه البرين. قلنا ان الانتراكرينيال بارت بيتكون من السيريبرم، برين ستام، سيريبيلم، واتكلمنا عن التو هيمسفيرز، الرايت هيمسفير والليفت هيمسفير والفرق بينهم. اتكلمنا كمان على اللوبس اوف ذا برين، وقلنا ان عندنا الفرونتال لوب وفي 7 ارياز، البارايتال لوب وفي 3 ارياز، التمبرال لوب وفي 3 ارياز، والاوكسيبتال لوب وفي 2 ارياز مشهورين. سريعا كده هنراجع مع بعض على الملخص السريع للمحاضره السابقه اللي فيها اهم الارياز اللي موجوده في السيريبرال كورتكس. هنبص مع بعض على السلايد اللي بيوضح لنا رسم تجميعي لكل السنترز المهمة اللي احنا اتكلمنا عليها في المحاضرة السابقة. لو قلنا ادي الفرونتال لوب، وقلنا ان الخط ده هو اللي بيفصل ما بين الفرونتال لوب قدام والبارايتال لوب ورا. دي اريا 4، نفتكر مع بعض اريا 4 كانت الاريا responsible for the motor movement of the other half of the body, opposite half of the body. دي اريا 4 قدامها على طول اريا 6 المسؤوله عن التون. هنا اريا 44 اللي هي البروكز اريا، المفروض هنا الحقيقه تبقى اريا 45 اللي هي موجوده فوق الاريا 44، ودي البري فرونتال اللي قلنا مسؤوله عن المينتاليتي والبيهافير والانهيبيشن اوف بريميتيف ريفلكسز. كده دي مجموع الارياز المهمه في الفرونتال لوب. طب هنا في البرايتال لوب عندنا اريا 1 و2 و3 اللي هي البرايمري سوماتوسنسوري اريا، وعندنا اريا 37 واريا 39 بيبقوا في المنطقه دي. بالنسبه للتمبرال لوب عندنا اريا 41 و42 واريا 22. بالنسبه للاوكسيبيتال لوب بيبقى عندنا اريا 17 المسؤوله عن ريسبشن اوف ذا ايمج، اريا 18 و19 المسؤوله عن اضفاء المعنى على الفيجوال ايمج. زي ما قلت لكم الحصه اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت ان احنا بيبقى عندنا مجموعه من الارياز، والارياز دي متسميه بارقام، واللي سماها بارقام واحد كان اسمه برودمان. برودمان ده قدر ان هو يعمل تشريح كامل للمخ، وقدر انه يوصف الارياز المهمه في السريبرال كورتكس، واداها مش بس اسماء، اداها ارقام اللي هي الارقام اللي احنا قلناها دلوقتي. هنبدا النهارده في موضوع محاضرتنا، وهنتكلم فيه عن الموتور سيستم والسنسوري سيستم. الموتور سيستم بيبدا من البيراميدال تراكت. البيراميدال تراكت لا معروف انه بيطلع منين، لازم نبقى عارفين انه بيطلع من البرايمري موتور كورتكس اللي هي اريا 4. اريا 4 موجوده فين؟ موجوده في الفرونتال لوب، موجوده في الفرونتال لوب. بيطلع منها الفايبرز زي ما احنا شايفين، الفايبرز بتاعه البيراميدال تراكت بتطلع من اريا 4، وعلى فكره كمان اريا 6 اللي هي البري موتور اريا ممكن بعض الفايبرز منها بتطلع وبتجوين البيراميدال تراكت. بينزل البيراميدال تراكت زي ما احنا شايفين along السيريبرم، وبيعمل كروس في اللور بارت اوف ذا ميدلا عشان يسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي. شايفين؟ يبقى هو بيطلع منين؟ بيطلع من الاريا 4، نقول دي الاريا 4 على الناحيه الشمال، هيمشي within السيريبرم زي ما احنا شايفين، وفي اخر البرين ستام هيحصل كروس تو ذا اوبوزيت سايد عشان ينزل along السباينال كورد عشان يسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي. ده اول حاجه معانا اللي هي البيراميدال تراكت. طيب البيراميدال تراكت بيطلع منين؟ بيطلع من البرايمري موتور كورتكس اللي هي اريا 4. بيسبلاي ايه؟ بيسبلاي الموتور امبلسز للاوبوزيت هاف اوف ذا بودي. ده اول جزء معانا في الموتور سيستم. ادي البيراميدال باثوي بشكل موضح اكتر. هنا هنتكلم على تفاصيل اكتر شويه.
يعني السلايد اللي فات قلنا اجمالا البيراميدال تراكت بيمشي ازاي، لكن هنا في تفاصيل اكتر شويه. البيراميدال تراكت لما بينزل من اريا 4 بيمشي في حاجه اسمها البوستيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول. هناخد ان شاء الله الانترنال كبسول ونعرف ايه هي. الانترنال كبسول دي جزء من الاجزاء المهمه اوف ذا سيريبرم ماشي فيه البيراميدال تراكت. الاول بيمشي حاجه اسمها كورونا رادياتا اللي هي باين من اسمها كورونا يعني زي الكراون يعني زي التاج، ورادياتا يعني عامله زي الراديشن يعني في اتجاهات مختلفه. بعد كده تنزل في الانترنال كبسول، وبعد الانترنال كبسول تبتدي انها تدخل على البرين ستيم عشان في اللور بارت اوف ذا برين ستيم اللي هو اسمه الميدلا تنزل تمشي اكروس الاوبوزيت سايد. الحقيقه الرسمه الرسمه دي مبينه الكلام اللي انا عايز اقوله اكتر. لو بصينا فيها ادي البيراميدال تراك طالع بشكل رادييتنج، فعشان كده بنسميها كورونا رادياتا. يمشي في الانترنال كبسول، ادي اسم الانترنال كبسول وادي مكانها. بعد كده يحصل له كروسنج فين؟ بنسمي الكروسنج ده ديكاسيشن. ما هو كلمه ديكاسيشن معناه كروسنج. الكروسنج ده بيتم في اللور بارت اوف ذا ميدلا عشان يسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي. بس نخلي بالنا ان مش كل الفايبرز بتكروس، يعني اللي بيكروس فقط 80% من الفايبرز، اما 20% من البيراميدال تراكت فايبرز بتنزل على نفس الناحيه. نركز كده مع بعض يا جماعه في هذا السلايد، لانه الحقيقه في انيميشن بيبين جدا مسار البيراميدال تراكت. على فكره البيراميدال تراكت هو هو الكورتيكو سباينال تراكت، عشان لما نشوف الكلمة المكتوبة على الشاشة كورتيكو سباينال تراكت هو هو البيراميدال تراكت. زي ما احنا شايفين بيوريجينيت في البرايمري موتور كورتكس، بعد كده ينزل نتتبع كده المسار بتاعه، نطلع تاني اهو نتتبع المسار بتاعه لحد ما يوصل يعدي في الانترنال كبسول والكورونا رادياتا، بعد كده ينزل يمشي في السريبرال بدانكلز اللي هي جزء من الميد برين، بعد كده ينزل اكروس البونز لحد ما يوصل للميدلا. وعند الميدلا شوف الانيميشن اللي جاي ده هيحصل ايه، هيكروس الناحيه الثانيه زي ما احنا شايفين. ادي الكروسنج بتاعه للناحيه الثانيه، معلش نرجعها تاني اهو. يبقى ادي الجزء النبيتي اللي باين ده هو ده البيراميدال تراكت وهو على نفس الناحيه. بعد كده ايه اللي حصل؟ حصل كروسنج، شايفين اللي حصل كروسنج ونزل على الاوبوزيت سايد عشان يسبلاي الاوبوزيت هاف اوف ذا بودي. يبقى اجمالا نقدر نقول ان الموتور امبلسز باث واي بتمشي ازاي. تطلع من البيراميدال تراكت من اريا 4 كورونا رادياتا internal كبسول midbrain pons medulla oblongata ويحصل الكروسنج. خلي بالنا ان الرسم ده او الفيجر اللي قدامنا مبين الحقيقه جزء مهم انا قلت عليه دلوقتي، ان احنا الكروسنج مش لكل البيراميدال تراكت فايبرز. البيراميدال تراكت فايبرز 80% منهم هيكروس، اما 20% بينزل على نفس الناحيه وبنسميه uncrossed pyramidal tract. uncrossed يعني اللي ما عملش crossing، اللي ما عملش decussation. تاني جزء معانا يا جماعه في البيراميدال تراكت، تاني جزء في الموتور سيستم. اول حاجه كانت البيراميدال تراكت، اول حاجه كانت البيراميدال تراكت، تاني حاجه السيريبيلم. وعلى فكره الصوره دي جبناها في المحاضره اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن السيريبيلم والفانكشن بتاعت السيريبيلم. الفانكشن بتاعت السيربيلم هي الاتزان، هي الكوردينيشن، هي البالانس. وعشان كده الصوره بتاعت الواحد وهو واقف على رجل واحده بيبقى محتاج بالانس. مين اللي بيعمل البالانس ده؟ هو السيربيلم. يبقى الموتور سيستم، تاني الموتور سيستم معانا اول جزء فيه هو مين؟ هو البيراميدال تراكت، هو اللي بيدي الامبلسز للموتور سيستم. اما السيريبيلم مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الكوردينيشن اوف موفمنت، يعني ان الموفمنت دي تبقى كوردينيتد بشكل صحيح، تبقى بالانسد، ده اللي بيعمله السيريبيلم. يبقى الجزء الثاني من الموتور سيستم هو السيريبيلم. طيب اما الجزء الثالث
هو البيزل جانجليا. البيزل جانجليا، البيزل جانجليا اللي هي اسمها بالعربي العقد القاعديه، ودي بتبقى عباره عن مجموعه من النيوكلياي. النيوكلياي دي بتبقى موجوده في السب كورتكس، يعني تحت الكورتكس. يعني لو بصينا هنا على الرسم هنلاقي ان هي موجوده، الجزء الملون ده كله هو ده العقد القاعديه او البيزل جانجليا. هنلاقي هنا دي البيوتامين ودي السب سالاموس، دي حاجه اسمها سبستانشيا نيجرا، الكوديت والجلوبس باليدس، دي اجزاء البيزل جانجليا. لو بصينا نعيد تاني يبقى ادي الجزء الازرق الغامق ده هو الجلوبس باليدس، الجزء الافتح شويه الازرق الافتح شويه هو البيوتامين. على فكره الاثنين دول مع بعض اسمهم لينتيفورم نيوكليوس، اسمهم لينتيفورم نيوكليوس. طب ليه اتسمت بهذا الاسم؟ اتسمت بهذا الاسم لان شكلهم على بعض عامل زي اللينز، عامل زي العدسه، فسموها لينتيفورم، يعني النيوكليوس اللي شبه اللينز. طيب يبقى دي كده الجلوبس باليدس مع البيوتامين، دي اسمها الكوديت، ودي اسمها السبثالامس، ودي السبستانشيا نيجرا. دول يا جماعه بيكونوا البيزل جانجليا. طيب البيزل جانجليا دي هو موضوع حلقتنا النهارده؟ لا، مش هو موضوع المحاضره النهارده. اما اللي احنا بنتكلم عليها ليه؟ بنتكلم عليها عشان ندي مقدمه ان هي جزء من اجزاء الموتور سيستم، جزء من السنترز اللي بتكنترول الموتور اكتيفيتي بتاعتنا. طب هو كان اول جزء كان ايه؟ كان البيراميدال تراكت. تاني جزء كان ايه؟ كان السيريبيلم. تالت جزء ايه؟ البيزل جانجليا. طب البيزل جانجليا دي هنتكلم عليها فيما بعد؟ طبعا في محاضره كامله عن البيزل جانجليا والديس اوردرز اوف ذا بيزل جانجليا، اللي اشهرهم الباركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش. طيب يبقى لو رجعنا سريعا كده ايه الاجزاء اوف ذا موتور سيستم، هنلاقي البيزل جانجليا، سيريبيلم، بيراميدال تراكت. نقولهم تاني، بيراميدال تراكت، سيريبيلم، وبيزل جانجلي. طيب الكلام ده يا جماعه هو السنترال نيرفس سيستم او السنترال موتور سيستم، بمعنى ان الموتور سيستم عباره عن جزئين، سنترال وبريفرال. السنترال هو التلات حاجات اللي قلناهم اللي هو البيراميدال تراكت، سيريبيلم، وبيزل جانجلي. طيب اما للجزء البريفرال، الجزء البريفرال هو اللور موتور يونت. اللور موتور يونت اللي هو ايه؟ نبص على السلايد واحنا هنعرفه كويس قوي. البيراميدال تراكت بعد ما بينزل على السباينال كورد، لو نبص هنا كده في السلايد هنلاقي ان البيراميدال تراكت لما هيوصل للسباينال كورد هيطلع من السباينال كورد ده من الانتيريور هورن سيل، هيطلع تو راديكلز. نبص على الرسمه، تو راديكلز، ادي دي راديكل ودي راديكل، ده روت وده روت، ما هي كلمه راديكل يعني روت، ده دورسال روت لكن ده فرونتال روت. الدورسال روت ده والفرونتال روت الاثنين يجتمعوا مع بعض ويعملوا لي السباينال روت الكبير. السباينال روت ده هو اللي هيطلع منه البريفرال نيرف. البريفرال نيرف ده هو اللي هيسبلاي المصل. يعني اللور موتور يونت، ما احنا عندي ابر موتور اللي هو البيراميدال تراكت، ولور موتور اللي هو بيبدا من الانتيريور هورن سيل. يبقى انا عندي الانتيريور هورن سيل دي اللي هي رقم واحد، الانتيريور هورن سيل رقم واحد، رقم اتنين البريفرال نيرف، رقم تلاتة النيورو ماسكولار جانكشن، واخيرا المصل. دول يا جماعة اللي هينفذوا الحركة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اشارات الحركة، البروجرام بتاع الحركة بينزل في شكل امبلسز من البيراميدال تراكت. لكن مين اللي هينفذ؟ يعني مين اللي هينتج هذه الحركة؟ هي البريفرال نيرفز والمصل. وبالتالي اللي نزل الفكرة واللي انتج الامبلسز هو البيراميدال تراكت، اللي هينفذها هو
اللور موتور يونت، يعني نقدر نقول تاني بمفهوم المخ والعضلات، المخ اللي فكر وقرر هو مين؟ هو البيراميدال تراكت، وهو اللي هينزل الموتور امبلسز، لكن مين اللي هينفذها؟ هو اللور موتور يونت اللي هي العضلات. وبالتالي يبقى الموتور سيستم عندي مكون من اربع اجزاء، نعيدهم تاني. عندي بيراميدال تراكت، لو نرجع كده، بيراميدال تراكت، سيريبيلم مسؤول عن الكوردينيشن اوف ذا موفمنت، بيزال جانجليا مسؤوله عن بعض الفانكشنز هنقولها لما نيجي لمحاضره البيزال جانجليا، ولور موتور يونت اللي هي هتنفذ الاوامر اللي بعتها لها البيراميدال تراكت. شايفين الصوره دي؟ الصوره دي ميوزيشن بيستخدم الاله بتاعته. الصوره دي انا جايبها عشان نقدر نفهم مفهوم الابر موتور يونت واللور موتور يونت. الابر موتور يونت اللي هو البيراميدال تراكت هو ده الميوزيشن، يعني الميوزيشن ده او ده، هم دول البيراميدال تراكت، هو ده اللي عنده الفكرة، هو ده اللي بيدي الأوامر. لكن الآلة اللي في إيديه هي دي اللي هتنفذ، هي دي اللي هتصدر الصوت. يعني النوتة موجودة في دماغ الميوزيشن، لكن الآلة اللي بتنفذ هي دي اللور موتور يونت. تاني، يبقى ده كله على بعضه بتاع إنتاج الإمبلس وإنتاج الفكرة هو الأبر موتور يونت، لكن الآلة اللي في إيديه اللي هي الأوتار هي دي اللي هتنتج الحركة. بمعنى إن لو حصل أبر موتور ليجن في البيراميدال تراكت، يبقى الميوزيشن مش هيقدر يعزف، بس الآلة سليمة، اللور موتور يونت سليمة. طب العكس، لو الوتر من الأوتار دي اتقطع، لو تخيلنا ان وتر من الاوتار دي اتقطع، الميوزيشن سليم، البيراميدال تراكت سليم، الافكار موجوده، لكن مين اللي ينفذ؟ مفيش حد ينفذ. يبقى هو ده اللور موتور يونت ليجن. وبالتالي يبقى انا عندي ابر موتور يونت يمثله البيراميدال تراكت، ولور موتور يونت تمثله المسلز والبريفرال نيرفز. طيب، عشان ادي مقدمه للتوبيك المهم قوي اللي هتكلم فيه اللي هو الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن، هراجع بعض الاناتوميكال فاكتس المهمه اللي اكيد طبعا كلنا عارفينها، بس هراجع عليها سريعا. هنا ده كات سيكشن او كروس سيكشن في السباينال كورد، دي البوستيريور هورن وده الانتيريور هورن. الانتيريور هورن ده هو اللي بيطلع منه الموتور فايبرز. يبقى الفايبرز اللي قدامنا دي اللي هي تمثل الفنترال روت، لكن دي تمثل الدورسال روت، يبقى دي فنترال روت وده دورسال روت. دي بتاعه الحركه، اللي شايله حركه لمين؟ اللي شايله حركه للمسل. لكن دي بتاعه السنسوري، اللي شايله سنسيشنز من البريفري عشان توصلها للسباينال كورد. طيب، يبقى السباينال كورد طالع منه الموتور روت، اللي بعد كده هيبقى راديكال، اللي بعد كده هيبقى بريفرال نيرف، اللي بعد كده هيوصل للمسل عشان يسبلاي المسل. طيب، في حاجه مهمه جدا اسمها ريفلكس ارك. ريفلكس ارك، نركز قوي في موضوع ريفلكس ارك ده، لانه من اساسيات في النيورولوجي اللي لو فهمناها كويس قوي هنفهم حاجات كتير ان شاء الله هتعدي علينا في الكوريكولم بتاعنا. يعني ايه ريفلكس ارك؟ ريفلكس، كلمه ريفلكس دايما معناها انعكاس. يبقى انا عندي ستيمولس، ادي الاستيمولس ادت الى ريسبونس. بمعنى ايه؟ نتخيل كده مع بعض، لو انا جيت اتشكيت بدبوس او اتلسعت يعني بعود كبريت او حاجه، ايه اللي هيحصل؟ اول ريسبونس هيحصل ايه؟ ان انا هبعد ايدي بسرعه، يعني مجرد ما حد يشكني اروح شايل ايدي مره واحده. ايه اللي حصل؟ شكه الدبوس هي الاستيمولس، لكن الحركه اللي حصلت دي هي دي ريسبونس.
طيب ما بين الاستيمولس وريسبونس في ريفلكس ارك. ريفلكس ارك ده عبارة عن افرنت وافرنت، يعني هي مش بس ستيمولس وريسبونس، ده ستيمولس حسها الجلد او حسها الريسبتور ايا كان ايه هو، يبقى في ستيمولس ثم ريسبتور ثم افرنت. افرنت يعني النيرف اللي هيوصل الانفورميشن للسنتر، افرنت ثم سنتر هيفهم معنى الامبلس وهيفهم معنى الاستيمولس ويرد بافرنت، والافرنت يوصل لحد المصل عشان هي اللي تعمل ريسبونس. يبقى دي مكونات ريفلكس ارك: ستيمولس، ريسبتور، افرنت، سنتر، افرنت، ريسبونس. طيب ايه الابليكيشن بتاع الكلام ده عندنا في النيورولوجي؟ نبص على السلايد تاني اللي احنا كنا بنشرح عليه ريفلكس ارك. لو قلنا هنا حصل ستيمولس، دي الستيمولس زي البن مثلا، حسها مين؟ حسها السنسوري ريسبتور. شايفين اهو كلمه سنسوري ريسبتور. مين اللي هيبلغ؟ الافرنت. الافرنت هيمشي عشان يوصل للدورسال هورن. هنا ده السنتر، يبقى السباينال سيجمنت دي كلها هي السنتر لهذا الريفلكس. بعد ما استوعبنا الاستيمولس هيبدا يحصل ريسبونس. الريسبونس هيمشي الاول في مين؟ في الافرنت، يبقى ده الافرنت باث واي اللي هو هينزل لحد ما يوصل لمين؟ للمصل. المصل بعد كده هتكونتراكت عشان يحصل الريسبونس. يبقى ده مكونات ريفلكس ارك: بدانا بالستيمولس، افرنت، ستيمولس حسه مين؟ حسه ريسبتور، افرنت، سنتر، افرنت، وريسبونس. دي مكونات ريفلكس ارك. طيب الكلام ده هل له ابلكيشن في النيورولوجي؟ ليه ابلكيشن. طيب نبص على الرسمة التوضيحية تاني قبل ما نشوف الابليكيشن. عندنا هنا اللون الازرق هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن السنسوري ستيمولس. يبقى السنسوري ستيمولس جاية هنا من نيرف، من سنسوري نيرف، في سنسيشن هنا. السنسوري هيمشي يوصل للدورسال هورن، ده السنتر اللي هيبقى انتربريتد فيه المعلومة، يطلع الموتور ريسبونس، يمشي في الموتور اللي هو الافرنت لحد ما يوصل للمصل. هو ده شكل ريفلكس ارك. طيب في النيورولوجي بنشوف دايما حاجه اسمها الديب تندو ريفلكسز. الديب تندو ريفلكسز لو انا عملت ستيمولس، بس الستيمولس هنا هتبقى بهامر، الستيمولس هنا هتبقى بهامر اللي هي مطرقه الاعصاب، هستيميليت مين اللي هيحس التابنج اللي حصل بالهامر؟ اللي هيحسه المصل سبندل. لو بصينا دي المصل سبندل، المصل سبندل اللي هي حست ايه؟ حست بالستريتش. مين اللي عمل الستريتش؟ التابنج ده، التابنج اللي حصل بمين؟ بالهامر ده. طيب هتبلغه ازاي؟ هتبلغه عن طريق الجزء اللي لونه ازرق اللي هو الافرنت. افرنت افرنت افرنت، ماشي الافرنت لحد ما وصل للسنتر. جزء منه هيطلع يبلغ البرين: يا برين الحق، ده احنا في ستيمولس، في ستريتش حصل بسبب تابنج من الهامر. ده جزء هيعرفه البرين، ولكن الريفلكس هيتم سريعا عن طريق مين؟ عن طريق الموتور افرنت اللي هو لونه احمر. الموتور افرنت هيرجع تاني للمصل عشان المصل دي تكونتراكت، فيحصل الحركة الريسبونس. وشايفين السهم ده بيشير الى حركة الليج، حركة الليج، الليج هتبتدي انها تكونتراكت، الكوادريسبس هتكونتراكت عشان تعمل extension of the lower limb، extension at the knee. يبقى ده الديب تندو ريفلكس، الديب تندو ريفلكس. طيب دي مقدمة عن الستريتش ريفلكس والديب تندو ريفلكس. طب ايه الابليكيشن بتاع الكلام ده؟
الابليكيشن بتاع الكلام ده، اول حاجه نعرف ايه علاقه الابر سنترز يعني زي البيراميدال تراكت مثلا واريا 4، ايه علاقتهم بهذا ريفلكس. الريفلكس ده يا جماعه موجود اون سباينال ليفل. مش فاهمين؟ لا نفهم. السباينال ليفل بمعنى ان هذا ريفلكس بيحصل من غير ما السنترال نيرفس سيستم او البرين يبقى انفورمد بيه. بمعنى ان لو انا اتلسعت انا مش المفروض ان الامبلس دي توصل للبرين فالبرين يدرك ان انا اتلسعت فبالتالي اشيل ايدي. الكلام ده هياخد وقت طويل قوي، لا يتناسب مع فكرة ريفلكس. ريفلكس المفروض انه اسرع من كده، فتوفيرا للوقت بيمشي on a spinal level. بمعنى ان هو يدخل عن طريق السنسوري يعدي على السنتر ويرجع سريعا في الموتور من غير ما البرين يبقى informed. طيب هل معنى كده ان البرين ملوش كنترول على هذا ريفلكس؟ لا ليه كنترول. طب الكنترول بيتم عن طريق ايه؟ عن طريق البيراميدال تراكت وسنترز اخرى. طب خلينا في البيراميدال تراكت. البيراميدال تراكت بيعمل ايه في هذا ريفلكس؟ البيراميدال تراكت بيقول الريفلكس ده اهدى شويه، يعني هو انهيبيتوري لهذا ريفلكس، يجي من فوق يمارس دور العاقل المتعقل يقول له اهدى شويه، استنى شويه، اهدى شويه، بلاش ريفلكسز، وبالتالي هو انهيبيتوري. طب نتخيل مع بعض لو حصل ليجن في البيراميدال تراكت يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه حاجه اسمها هايبر ريفلكسيا. بمعنى ان انا لما اجي اعمل تابنج على التندون الاقي ان الريسبونس بقى اكزاجريتد جدا. طب الريسبونس بقى اكزاجريتد ليه؟ عشان العاقل المتعقل اللي كان بيجي من فوق يقول له اهدى شويه اهدى شويه اهدى شويه ما عادش موجود، وبالتالي مجرد ما اعمل الريفلكس يبدا يظهر الريسبونس في شكل اكزاجريتد، يبقى فيه هايبر ريفلكسيا. طيب دايما لما نيجي نسمع نقول ان التون جنب ريفلكسز، بمعنى ان دايما اقول ايه؟ هايبر ريفلكسيا وهايبرتونيا، هايبو ريفلكسيا وهايبوتونيا. الله، هو ايه ارتباط التون بريفلكسز؟ التون ما هو الا ستريتش ريفلكس. ازاي الكلام ده؟ التون اللي هو بيمنتين البوزيشن بتاعنا، بيمنتين النيوتريشن اوف ذا ماسل، ما هو الا ستريتش ريفلكس. طيب نحاول نفهمها على السلايدز وعلى الشاشه. هنشوف دلوقتي السلايد اللي احنا كنا جايبينه من شويه. هنا التابينج حصل وحصل ريفلكس. طيب اما التون عباره عن ايه؟ التون برضو عباره عن ستريتش. يعني ايه ستريتش؟ يعني المصل ليها اوريجن وليها انسرشن. الاوريجن والانسرشن لو قلنا ان المسافه بينهم حوالي 20 سنتي، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق المصل خلق المصل 18 سنتي بس مثلا، يعني اقصر من المسافه الفعليه ما بين الاوريجن والانسرشن. طب ليه؟ عشان تفضل المصل دايما في حاله ستريتش، مشدوده من هنا سنتي عشان تمسك في الاوريجن، ومشدوده من هنا سنتي عشان تمسك في الانسرشن. طب ده معناه ايه؟ معناه ان المصل طول الوقت في حاله ستريتش، sustained stretch. اما اللي هو ايه اللي حصل في الديب تندون جيرك اللي شرحته من شويه؟ الديب تندون جيرك ده كان induced stretch reflex، يعني انا عملت له induction بالتابنج بالهامر، يعني بالهامر عملت stretch للمصل فالمصل بدات تكونتراكت، ده induced. اما للمصل تون عباره عن ايه؟ sustained stretch reflex، موجود طول الوقت لان طول الوقت العضله مشدوده ما بين الاوريجن والانسرشن، العضله مشدوده ما بين اوريجن وما بين انسرشن، يبقى الاسترتش ده هيخلي الريفلكس ارك ده شغال طول الوقت. يعني في حاله الديب تندون جيرك هنا الريفلكس ارك ده اشتغل مره واحده بس اللي هي كانت انديوست بالتابنج بتاع الهامر، لكن في حاله التون هو شغال طول الوقت. بصوا لايديا
شغال طول الوقت، ريفلكس ارك شغال طول الوقت، شغال طول الوقت. ليه شغال طول الوقت؟ لان طول الوقت المصل ستريتشد، طول الوقت المصل مشدوده ما بين الاورجن والانسرشن، وبالتالي في ريفلكس ارك شغال طول الوقت. مصل سبندل بتحس بالستريتش، تبلغ السنتر، السنتر يطلع الافرنت، الافرنت يوصل للمصل، المصل تكونتراكت كونتراكشن خفيف، وبالتالي تمنتين التون، التون اللي بيحافظ على البوزيشن بتاعنا. كل ده والعاقل المتعقل اللي هو البيراميدال تراكت جاي من فوق بيقول له اهدى شويه، اهدى شويه، اهدى شويه، قلل الشغل شويه، يعني انهبيتوري رول. طيب لو حصل ليجن في البيراميدال تراكت يحصل ايه؟ ما عادش فيه انهبيشن، الريفلكس ارك شغال، شغال بقوه، شغال على طول، طول الوقت شغال، طول الوقت شغال، فيؤدي الى هايبرتونيا، يؤدي الى هايبر ريفلكسيا. يبقى نقدر نستنتج من الكلام اللي قلناه ان البيراميدال تراكت ليجن اللي هو الابر موتور نيورون ليجن بيؤدي الى هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا. وفهمنا ايه الارتباط ما بين كلمه التون والريفلكس، ما بين كلمه التون والديب تندون جيركس، ان التون ما هو الا سستيند ستريتش ريفلكس، لكن الديب تندون جيرك ما هو الا انديوسد ستريتش ريفلكس، كلاهما ستريتش ريفلكس، وعشان كده بيمشوا مع بعض، يهايبروا مع بعض ويقلوا مع بعض. طيب احنا كده عرفنا ممكن ازاي يحصل هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، لكن ازاي يحصل هايبوتونيا وهايبر ريفلكسيا؟ دي تحصل في حالات اللور موتور نيورون ليجن، بمعنى ان لو حصل ليجن في مش البيراميدال تراكت بقى، حصل ليجن في اللور موتور يونت. يعني لو رجعنا كده بالسلايد، لو رجعنا دي اللور موتور يونت، اللور موتور يونت قلنا ان هي بتتكون من الانتيريور هورن سيل، ادي الانتيريور هورن سيل، روتس، بريفرال نيرف، لحد ما توصل للمسل. اي ليجن في اللور موتور يونت دي كلها معنى كده ان الريفلكس ارك اتقطع، الريفلكس ارك اتقطع. يعني لو بصينا للرسمه دي، لو بصينا للرسمه دي، ادي ريفلكس ارك اهو، ده الريفلكس ارك اهو، الريفلكس ارك ده اتقطع، اتقطع في النص هنا، اتقطع هنا، سواء اتقطع عند الافرنت، اتقطع عند الافرنت، اي قطع فيه يبقى معنى كده ان في لور موتور نيرون ليجن. نبص هنا، ادي ريفلكس ارك، ادي ريفلكس ارك اهو، من اول السنسري، ادي السنسري وادي الموتور، الريفلكس ارك اتقطع، وبالتالي ما عادش فيه الحركه الدائريه اللي كنت بشرحها من شويه، ادي الحركه الدائريه ما عادتش موجوده لان اتقطع ريفلكس ارك من النص، وبالتالي ما عادش فيه تون اصلا، ما عادش فيه ريفلكس اصلا، ما عادش فيه ستريتش ريفلكس شغال ولا ريفلكس ارك، وبالتالي بقى فيه هايبوتونيا وهايبو ريفلكسيا. نابلاي الكلام ده على الصوره التوضيحيه اللي انا شرحت عليها من شويه، فكره الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. الميوزيشن لو حصل فيه ليجن يبقى ده بيراميدال تراكت ليجن، يبقى خلاص، يبقى مفيش موتور امبلسز رايحه للاله الموسيقيه، على الرغم من ان الاله الموسيقيه شغاله كويس، لكن اللور موتور يونت ليجن، اللور موتور نيورون ليجن، ده ليجن حصل في الاله الموسيقيه دي نفسها، الاوتار بتاعتها اتقطعت، وبالتالي مهما البيراميدال تراكت ادى امبلسز مفيش حركه هتحصل. ليه مفيش حركه هتحصل؟ لان اللي بينفذ الحركه نفسه اتقطع، وهو ده مفهوم اللور موتور نيورون ليجن. طيب يبقى احنا كده نقدر ان احنا نقارن ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. بصوا كده معايا على الرسمه دي، هنلاقي هنا ان لو عندي الموتور كورتكس بينزل منها البيراميدال تراكت، اللي قلنا بيحصل له كروسنج فين؟ بيحصل له كروسنج في اللور ميدله، ادي الكروسنج حصل، الجزء الاحمر ده كله upper motor neuron، لكن الجزء الاخضر ده كله lower motor neuron.
لور موتور نيرون يبدا من هنا من الانتيريور هورن سيل يمشي لحد ما يوصل للمصل. ادي المصل، يبقى الجزء الاخضر ده كله هو اللور موتور نيرون، لكن الجزء الاحمر ده كله هو الابر موتور نيرون. ليجن هنا يعمل ابر موتور نيرون ليجن، ليجن هنا يعمل لور موتور نيرون ليجن. طب ايه الفرق ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن؟ معلش نوضحها اكتر برسمه اوضح. لو بصينا هنا ادي الابر موتور نيرون اللي هو اللون الاحمر، الانتيريور هورن سيل لونها اخضر، بيطلع منها اللور موتور يونت لحد ما توصل للمصل، يبقى ده البريفرال، ده الراديكل ثم البريفرال نيرف ثم النيورو ماسكولار جنكشن ثم المصل. يبقى دي الاجزاء بتاعه اللور موتور يونت. طيب لو قارنا بقى مقارنه ما بين اللور موتور نيرون ليجن والابر موتور نيرون ليجن، وهذه المقارنه اهم مقارنه عندنا في منهج النيورولوجي، لان هي اللي مبني عليها كل الامراض اللي احنا هنتكلم عليها فيما بعد. فعشان خاطري الجدول ده بالذات لازم نحفظه كويس جدا، مش بس نحفظه، نفهمه كويس جدا. اللور موتور نيرون ليجن بيعمل ويكنس، الويكنس ده بيبقى فلاسيد، فلاسيد يعني رخو، يعني مفيش تون. لكن الابر موتور نيرون ليجن بيؤدي الى سباستيسيتي. ما هو فلاسيد هي هي هايبوتونيا، هي هي ديكريز تون، لكن سباستيسيتي هي هي هايبرتونيا، هي هي سباستيسيتي انكريز تون. وبالتالي فهمنا معناها خلاص، عرفنا ان في الابر موتور نيرون ليجن يعني في البيراميدال تراكت ليجن الابر سبلاي، الابر انهيبيتوري سبلاي راح، وبالتالي بقى في عندي ابر موتور نيرون ليجن. لكن في اللور موتور نيرون ليجن اللور موتور نيرون يونت اتقطعت، وبالتالي ما عادش فيه ريفلكس، ما عادش فيه ديب تندون جيركس، ما عادش فيه تون، وبالتالي يبقى فيه هايبوتونيا وهايبو ريفلكسيا. طيب نرجع تاني للمقارنة، ممكن كمان نلاقي هايبو ريفلكسيا اللي هي ديكريزد ماسل ستريتش ريفلكسز مع اللور موتور، وانكريزد muscle stretch reflexes مع الابر موتور اللي هي هايبر ريفلكسيا. يبقى معنى decreased muscle stretch reflexes دي هايبر ريفلكسيا، سوري هايبر ريفلكسيا، ودي increased muscle stretch reflexes دي هايبر ريفلكسيا. طيب هنا يبقى في muscle atrophy and wasting، هنا يبقى في minimal muscle atrophy and wasting. طب ليه الكلام ده بيحصل؟ عشان نرجع تاني افكركم بحركة الايد، حركة الايد اللي احنا كنا عملناها من شوية دي، حركة الايد اللي بتعبر عن الريفلكس ارك، حركة الايد اللي بتعبر عن الريفلكس ارك. لو الحركة دي موجودة يعني ما زالت هيلثي، يبقى معنى كده ان المصل دي هيوصل لها نيوتريشن. ازاي يعني؟ الريفلكس ارك شغال، يعني في امبلسز جايه للمصل، موتور امبلسز جايه للمصل عن طريق ريفلكس ارك، بتخلي المصل دايما فيها تون، وطالما فيها تون يعني فيها سلايت كونتراكشن، وطالما فيها سلايت كونتراكشن يبقى هيجي لها نيوتريشن، وطالما هيجي لها نيوتريشن يبقى مش هيحصل فيها ويستنج غير فيري ليت. الكلام ده يحصل لو في ابر موتور نيورون ليجن. يعني لو رجعنا لرسمة او الفيجر بتاع الميوزيشن، لو رجعنا للميوزيشن هنا هنلاقي ان الميوزيشن ده الالة بتاعته حصل فيها ليجن. نبص على السلايد، الالة بتاعته حصل فيها ليجن هنا اتقطعت، وبالتالي ما عادش فيه، وبالتالي ما عادش فيه ريفلكس ارك شغال، ما خلاص الريفلكس ارك اتقطع. يعني على الفيجر ده الريفلكس ارك هنا اتقطع، سواء اتقطع هنا او اتقطع هنا، اتقطع في اي مكان، فريفلكس ارك اتقطع، وبالتالي ما عادش فيه تون، ما عادش فيه ماسل كونتراكشن، وبالتالي المصل دي مش هيوصل لها نيوتريشن وهيحصل فيها ايرلي ويستنج. طب لو كان الليجن حصل ابر موتور، يعني الليجن حصل في الميوزيشن الكبير نفسه، يعني الميوزيشن ده شخصيا هو ده اللي حصل فيه الليجن، هو ده البيراميدال تراكت اللي حصل فيه الليجن، الآلة سليمة، الآلة ما فيهاش مشكلة،
اللي هي اللور موتور يونت، الانعكاس العصبي شغال، كل ما هنالك يعني ريفلكس ارك شغال، شغال موجود طول الوقت، الحركه الدائريه شغاله. كل اللي حصل ان الانهبيتوري كنترول اللي جاي من فوق اللي جاي عن طريق البيراميدال تراكت، الانهبيتوري كنترول ده ما عادش موجود، ولكن الريفلكس ارك موجود، وعشان كده الكونتراكشن موجود، وعشان كده النيوتريشن موجود. وطالما النيوتريشن موجود يبقى خلاص، يبقى الويستنج هيحصل فيري ليت. نرجع تاني للجدول اللي كان بيقارن ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن، هنعرف ان في بروفاوند ماسل اتروفي هتحصل ايرلي في اللور موتور نيورون ليجن. ليه؟ عشان الريفلكس اتقطع، عشان ما عادش فيه تون، وبالتالي ما فيش ماسل كونتراكشن، وبالتالي ما فيش بلاد سبلاي. لكن في الابر موتور نيورون ليجن الريفلكس ارك ما اتقطعش، هو الابر كنترول اللي عليه ما عادش موجود، ولكن الريفلكس ارك شغال، يبقى معنى كده التون موجود، يبقى معنى كده السلايت ماسل كونتراكشن موجود، يبقى معنى كده ان النيوتريشن موجود، وعشان كده الويستنج بيحصل فيري ليت. نكمل الايتمز بتاعتنا. فاسيكوليشنز، فاسيكوليشنز دي بتبقى عباره عن كونتراكشن في المسلز. عارفين عشان اشبهها لكم تعرفوا يعني ايه فاسيكوليشنز، تعرفوا لما الواحد يحس ان عينيه بترف، او يحس ان في كده زي رفه تحت الجلد بتحصل في بعض المسلز في بعض الاوقات لما يكون مش نايم كويس او يكون سهران، هي دي الفاسيكوليشنز. الفاسيكوليشنز علامه من علامات اللور موتور نيرون ليجن، وتحديدا الانتيريور هورن سيل وكمان الراديكال. يعني لو عندي ليجن في الانتيريور هورن سيل اللي هي اول محطه من محطات اللور موتور نيرون يونت، لو عندي فيها ليجن يؤدي الى فاسيكوليشنز، لو عندي ليجن في الراديكال يؤدي الى فاسيكوليشنز. الكلام ده ما بلقاهوش في الابر موتور نيرون ليجن. يبقى في المقارنه ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجنز، الفاسيكوليشنز موجوده فين؟ موجوده في اللور موتور نيرون ليجن. وجودها يدل ان الليجن في انهي حته في اللور موتور يونت؟ يدل ان الليجن موجود في الانتيريور هورن سيل او في الراديكال. خلي بالنا ان اللور موتور نيرون يونت والابر موتور نيرون ليجن ممكن يبقى معاهم ايتمز تانية في المقارنه. يعني مثلا الابر موتور نيرون يونت بيبقى معاه ليجن، بيبقى معاها حاجه اسمها بوزيتيف فابينسكي. بوزيتيف فابينسكي، نبص على جدول المقارنه ده وهنلاقي ان احنا عندنا في حاجه اسمها بوزيتيف فابينسكي ساين. بوزيتيف فابينسكي ساين دي اللي هي الاكستنسور بلانتا ريسبونس. يعني ايه اكستنسور بلانتا ريسبونس؟ extensor plantar response باين هنا في الشكل ده، ان انا لما اجي بعمل امشي مفتاح واعمل stimulus على ال sole of the foot على ال outer border of the sole of the foot هيحصل dorsi flexion. normally يحصل plantar flexion اللي هو ده ال plantar flexion، ده النورمال، ده كده النورمال state. لكن ده abnormal. لو حصل الاكستنسور بلانتر ريسبونس ده، دي بنسميها بوزيتيف فابينسكي ساين. البوزيتيف فابينسكي ساين دي شور ساين اوف ابر موتور نيورون ليجن، شور ساين اوف بيراميدال تراكت ليجن، دي ما نلاقيهاش في اللور موتور نيورون ليجن. يبقى دي كمان من الايتمز المهمه في المقارنه ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن. نقطة تانية مهمة جدا ان في المقارنة ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن، الديستريبيوشن بتاع الويكنس، الديستريبيوشن بتاع الويكنس. الويكنس عندنا بيبقى ايه؟ في الابر موتور نيرون ليجن بيبقى ديستال مور ذان بروكسيمال، لكن في اللور موتور نيرون ليجن بيبقى ديستال مور ذان بروكسيمال او بروكسيمال مور ذان ديستال. لا كده احنا هنتلخبط. لا مش هنتلخبط ولا حاجة، هنفسرها بالظبط. لو احنا قلنا الابر موتور نيرون ليجن معناها ليجن في البيراميدال تراكت، خلاص احنا خلصنا السلايد ده. لو احنا عندنا ليجن في البيراميدال تراكت، البيراميدال تراكت ده بيسبلاي ايه؟ البيراميدال تراكت بيسبلاي الفاين ديسكريت موفمنت، الفاين ديسكريت موفمنت اللي بتتعمل بالديستال ماسلز، اللي بتتعمل بالديستال ماسلز. احنا كده خلصنا السلايد ده. الفاين ديسكريت موفمنت
هي اللي بتتعمل بالديستال ماسلز، يعني بالايدين، يعني الكتابه، الفتح بالمفتاح، فتح زرار وقفله، مسك كوين، دي كلها اسمها فاين ديسكريت موفمنت. مين المسؤول عن الفاين ديسكريت موفمنت؟ هو البيراميدال تراكت. يعني لو حصل ابر موتور نيرون ليجن هيؤدي الى ضعف في الفاين ديسكريت موفمنت، يعني الضعف هيبقى ديستال اكتر منه بروكسيمال، يعني في الديستال ماسلز اكتر منها في البروكسيمال ماسلز. طب لو عندي لور موتور نيرون ليجن، اللور موتور نيرون ليجن يتوقف على مكان الليجن، لو الليجن ده في البريفرال نيرفز هيبقى الويكنس ديستال مور ذان بروكسيمال، لكن لو الليجن ده في المسل او في الراديكل هيبقى بروكسيمال مور ذان ديستال. يبقى الويكنس عندي لو بروكسيمال مور ذان ديستال اعرف على طول ان هو لور موتور نيرون ليجن وحددت مكانه يا مسل يا راديكل، لكن لو الويكنس ده عندي ديستال مور ذان بروكسيمال يبقى في احتمالين، يا يبقى upper motor neuron lesion due to lesion في البيراميدال تراكت، يبقى lower motor neuron lesion due to lesion في البريفرال نيرفز. طب هفرق ازاي؟ بال other manifestations. البيراميدال تراكت معاه ايه؟ معاه هايبرتونيا، هايبر ريفلكسيا، معهوش فاسيكيليشنز، معاه positive بابينسكي ساين. لكن اللور موتور نيرون ليجن معاه هايبوتونيا، هايبوريفلكسيا، ممكن يبقى فيه فاسيكيليشنز لكن مفهوش بابينسكي ساين. تمام؟ ما نقولش على فكره نيجاتيف بابينسكي ساين، هي الصح بوزيتيف بابينسكي ساين، لكن مفيش حاجه اسمها نيجاتيف بابينسكي ساين. طيب ايه هي الاكزامبلز بتاعت الابر موتور نيرون ليجن؟ يعني ايه الليجنز اللي ممكن تحصل في البيراميدال تراكت؟ الليجنز اللي ممكن تحصل في البيراميدال تراكت زي السيريبرو فاسكولار اكسيدنت، ستروك، الجلطه الدماغيه او الشلل النصفي مثلا اللي بينتج عن الجلطه الدماغيه. ستروك هي الموست كومن. انتراكرينيال تيومر، لو في تيومر والتيومر ده هيضغط على البيراميدال تراكت فبيعمل بيراميدال تراكت ليجن، يعني ابر موتور نيرون ليجن. سيرفايكال سباينال انجري، الله، ايه اللي هينزلنا للسباينال كورد؟ ما نخلي بالنا يا جماعه ان البيراميدال تراكت مكمل في السباينال كورد لحد ما يخلص عند الانتيريور هورن سيل، وبالتالي لو في ليجن عندي في السيرفايكال ريجن ممكن يؤدي الى ابر موتور نيرون ليجن ديو تو بيراميدال تراكت ليجن. طيب ايه هي الكلينيكال فيتشرز بتاعت اللور موتور نيرون ليجن؟ نقولها تاني سريعا، المسل ويستنج وعرفنا سببها ايه، الويكنس، مسل ويكنس، وقلنا انه ممكن يبقى بروكسيمال مور ذان ديستال او ديستال مور ذان بروكسيمال، هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا، ممكن يبقى فيه فاسيكيليشنز. طب ايه الاكزامبلز بتاعت اللور موتور نيرون ليجن؟ موتور نيرون ديزيز، والموتور نيرون ديزيز ده هنتكلم عليه في محاضره كامله ان شاء الله في الانتيريور هورن سيل ديس اوردرز. طيب البريفرال نيرف، البريفرال نيرف الليجن فيه يعمل بريفرال نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي زي مثلا الدايابيتك نيوروباثي. ممكن كمان البوليو مايلايتس، بوليو مايلايتس، بوليو مايلايتس اللي هو شلل الاطفال، ده ديزيز في الانتير هورن سيل. مايوباثي، كل دي المايوباثي معناه ديزيز في المصل، كل دي اكزامبلز لور موتور نيرون ليجنز او لور موتور نيرون ليجنز عملت الديزيزز دي. هنتكلم دلوقتي على السنسوري سيستم. احنا كده خلصنا الموتور سيستم اجمالا، عشان نسمرايز الكلام اللي قلناه نقدر نقول ان الموتور سيستم بيتكون من 4 بارتس: بيراميدال تراكت، سيريبيلم، بيزل جانجليا، دول موجودين في السنترال نيرفس سيستم. لور موتور نيرون يونت، ودي موجوده في البريفرال نيرفس سيستم، ودي خمس محطات: انتيريو هورن سيل، راديكل، بريفرال نيرف، نيورو ماسكولار جانكشن، وفي الاخر المصل. ليجن في البيراميدال تراكت اسمه ابر موتور نيرون ليجن. ليجن في اي محطه من المحطات الخمسه بتاعت اللور موتور يونت بنسميه لور موتور نيرون ليجن.
الكومباريزون ما بين الابر موتور نيورون ليجن واللور موتور نيورون ليجن في غايه الاهميه، وفهمنا كل نقطه منهم تفسيرها ايه.